التجميد هو التوصيف القانوني للانقلاب، هو التمظهر القانوني للانقلاب. لا يوجد في الدستور شيء اسمه تجميد، إذا رئيس الجمهورية تصرف من خارج الدستور، ومن يتصرف من خارج الدستور ويستعمل القوة العامة المفرطة أي القوات المسلحة فهو بصدد القيام بانقلاب عسكري على الدستور التونسي وعلى اختيار الشعب التونسي. التجميد هو التوصيف القانوني للانقلاب، هو التمظهر القانوني للانقلاب. لا يوجد في الدستور شيء اسمه تجميد، إذا رئيس الجمهورية تصرف من خارج الدستور، ومن يتصرف من خارج الدستور ويستعمل القوة العامة المفرطة أي القوات المسلحة فهو بصدد القيام بانقلاب عسكري على الدستور التونسي وعلى اختيار الشعب التونسي.